للسارق عدة مرات كثيرا، واليوم سوف نعيد تصويره من جديد. كما رأيتم اليوم عدد القذائف في سقف قبة هذا المسجد يزداد، حجم الدمار ومسلسل الدمار اليومي متكرر يزداد في مساجد مدينة دير الزور. أحب اليوم توجيه رسالة لهؤلاء، كل من يندد أو كل من يدعي أنه يناصر الشعب السوري، حتى أبناء الشعب السوري اليوم أنفسهم يتخاذلون عن نصرة أهلهم الموجودين في الداخل في دير الزور وفي حمصة وحلب وغيرها وفي سوريا. اليوم نحن أخواننا، لماذا لا تتحدون اليوم في الخارج ونكتفي بالتجمعات الجديدة والجبهات اليومية والمتعددة؟ كل يوم جبهة جديدة تكلمنا عن ذلك، وكل يوم تجمع جديد لم نعد نعرف أسماء هذه الجبهات، ولم نعد نعلم من يناصرنا ومن يقف ضدنا. اليوم كل من يطيل من عمر هذه الثورة هو يستفيد ماديا أو له استفادات أخرى من هذه الثورة أو فائدة أخرى من هذه الثورة. أخواننا اليوم، أهلكم اليوم في الداخل يحتاجون لمساعدات كبيرة، اليوم هم بحاجة، هناك عوائل اليوم في دير الزور بأمس الحاجة لرغيف الخبز، اليوم هناك احتياجات عديدة ومتعددة في دير الزور وفي بقية المحافظات. لنكتفي بالتنديد والوعيد والقول، نريد الأفعال منكم للأقوال، ونريد منكم الوحدة بأسرع وقت ممكن لنتخلص من هذا النظام إن شاء الله بهمتكم وبهمة هؤلاء الشباب الموجودين بالداخل. نشكر الشرفاء منكم، ومن لديه أغراض مادية نرجو منه أن يكتفي وأن يقف إلى جانب أهله وأخوانه اليوم المحتاجين، وهم بأمس الحاجة لمساعدتكم اليوم. النازحين أيضا بحاجة ماسة، كل من يريد أن يقدم الخير فليقدم لهؤلاء النازحين خارج المدينة، اليوم هم بأمس الحاجة لكم أخواننا، هم اليوم بأمس الحاجة، غدا سوف يعودون إلى دير الزور، ولن ننسى كل من وقف معهم، وسوف نحاسب كل من آذاهم أو وقف ضدهم أو أساء إليهم، ليس فقط نازحي دير الزور بل كل النازحين في سوريا. أتمنى أن تصل هذه الرسالة من داخل هذا المكان المقدس، من داخل بيت من بيوت الله. كان معكم نضال الحربي، والسلام عليكم. أتمنى أن تصل هذه الرسالة.